أهلا فيكم برج الحمل، بدنا نشوف شو هي توقعاتك العاطفية من بداية الشهر حتى آخر الشهر. القراءة مثل دائما راح تكون للبرج الشمسي والقمري والطالع، وأيضا تقبل العكس. يعني إذا أنت عم تتابع لبرج الحمل ممكن تحس إنه بعض الأشياء اللي بحكيها طاقتها تكون قريبة لطاقتك. ما تحاول تجبر القراءة إنه تكون يعني إنه تنطبق عليك، لأنه قراءة عامة يعني مش راح تنطبق على الجميع، ولكن ممكن يكون في الفيديو رسالة أو إشي ممكن تحس أنت ممكن تستفيد منه. فخد الشيء اللي بيفيدك من الفيديو واترك الأشياء اللي بتحس ممكن إنه سلبية أو طاقتها ما بتنطبق على طاقتك. طيب بدنا نبلش أول إشي بطاقتك أنت، بعدين بدنا نشوف طاقة الحبيب أو الشريك، وأيضا نشوف شو ممكن يصير بينكم في المستقبل أو طاقتكم المشتركة للمستقبل. نبلش أول إشي بكروت النصيحة. ممكن تستفيد من كروت النصيحة. في عندك simple acts of kindness. Kindness energizes and brings happiness to those around you. يعني ممكن كروت النصيحة بتحكي لك في أمور بسيطة ممكن تساويها للشخص اللي أنت عم تتعامل معه أو حبيبك، يعني مبادرات صغيرة ولكن لطيفة. أيضا أي أشياء بسيطة رمزية ممكن الشخص اللي أنت عم تتعامل معه بيحس إنه أنت مش عم تعبر عن مشاعرك تجاه الشخص، وممكن أي أشياء بسيط تقدمه لها الشخص سواء كان رسالة سواء كان أي أشياء بسيط يرمز لأنه أنت مهتم بها الشخص أو أنت فعلا بتقدر هالشخص. أيضا مبين أنه برج الحمل كتير مركز هالشهر على أمور العاطفية، لأنه أغلب الكروت اللي طلعت عندي كروت عاطفية. في شخص أنت عم تتعامل معه بتحس العلاقة بينكم كتير قريبة، أو بتحس إنه أنت وهالشخص بمثابة soulmate. إذا أنت وهالشخص بديتوا مع بعض على أساس أصدقاء، عم شوف إنه البوندينج أو التواصل بينكم راح يكون أو راح يقوى في هالشهر ولقدام. عم شوف إنه الشخص اللي عم تتعامل معه في بينك وبينه تفاهم كتير، وللبعض منكم اللي مستني خبر في أخبار جيدة راح تيجيك بآخر الشهر بخصوص هالحبيب بخصوص هالشريك. في إشي راح ينكشف لإلك من هالشخص، يعني ممكن يصير في بينك وبينه تواصل، أو للبعض منكم اللي منفصلين مش عم تحكوا مع بعض ممكن أيضا تحكوا مع بعض أو يصير في بينكم تواصل. هذا كان بالنسبة لكروت النصيحة. بالنسبة لطاقتك أنت خلينا نشوف، وطاقة الحبيب عم شوف انت كتير مسكر على حالك او منطوي على حالك، مش عم تسمح بينك وبين هالشخص. في كتير حواجز بينك وبين هالشخص، وفي كتير اسرار، وفي اشياء كتير مخبأة بينك وبين هالشخص انتو مش عم تحكوا فيها، مع انه انت من جوا في عندك تعاطف لهالشخص كتير كبير. عم شوف بمشاعرك الباطنية انت كتير بتحن لهالشخص، ولكن
أيضا عم أشوف إنه أنت باني صورة حول نفسك ومش عم تسمح لهالشخص يفوت على حياتك. عم أشوف أيضا أنت يا برج الحمل، يعني بطاقتك أنت بصراحة هالكرت بيدل على المانيبيليشن أو على التلاعب، فممكن أنت مش عم تحكي الحقيقة كاملة لهالشخص، في إشي أنت مش عم تحكي للشخص اللي أنت عم تتعامل معه. عم شوف نظرة الشخص اللي عم تتعامل معه أنت إيجابية أكتر من نظرتك أنت. عنده the sun card على الشخص، فهو نظرته تجاه العلاقة إيجابية أكتر شوي، بيعتبرك أيضا soul mate هالشخص. ممكن تكون عم تتعامل مع برج الجوزاء أو أي برج ترابي. أيضا في عندك طاقة مائية كتير بالقراءة، فممكن يكون برج مائي اللي عم تتعامل معه، ولكن مبين إنه أنت ممكن انجرحت من هالشخص بالماضي، أو في صار بينكم مشاكل أنت وهالشخص بالماضي، وعم بشوفك مش عم تحكي له الحقيقة كاملة، أو عم بشوفك عم تحاول ممكن عم تحاول تتابع أخبار هالشخص بدون ما هو يعرف أو بدون ما هو يحس، لأنه عندك the high priestess بطاقتكم يعني المشتركة، فأنت وهالشخص في أمور مش عم تحكوها لبعض. أنت وهو عم تحاولوا تكتشفوا معلومات عن بعض، ولكن ما في حدا عم يحكي للآخر، يعني عم تحاولوا تخلوها بطريقة سرية. هلا بالنسبة لطاقة حبيبك أو شريكك، عم شوفه أكتر مركز على الأمور المادية حاليا، بالذات للأشخاص اللي مش عم يتواصلوا مع بعض حاليا. عم شوفه مركز أكتر على وضعه المادي، بده يبني وضعه المادي. أنت وهو، هلا الشخص كتير بيعتبرك سول ميت، ولكن الشيء اللي عم شوفه وعم يسبب عائق تجاهكم هو ما في تفاهم بالتواصل، بمعنى انه التواصل بينكم كتير منيح، وفي انجذاب بينكم كتير منيح، الى انه دائما ما بيكون في مشاكل بينكم، أو دائما ما بيكون في بينكم نزاع بالحكي. فأنت وهالشخص مثل وكأنه ند بند أو راس براس أو كلمة بكلمة، دائما بيصير في بينكم نزاع أو مشاكل بالحكي أو مشاحنات بالحكي. عم شوفك أنت أيضا حسيت أو في ممكن البعض منكم، لأنك انجرحت من هالشخص بالماضي، عم شوفك مش كتير متفائل بفكرة الحب بالمستقبل، لأنه أنت بتحس إنك انظلمت وأنت بدك نوع من العدالة تتحقق. وبما إنه هالصف بخطواتك المستقبلية أو بشو رح يصير عندك بالمستقبل، أنت عم تطالب بنوع من الجاستس، وهالشخص عم شوفه مع إنه بعقله الباطني بيشوفك على إنك سول ميت، إلا إنه لسبب ما هالشخص في مثل يعني في إشي بده يحكي لإلك، وعم شوف إنه في حكي شوي حاد، أو في حكي رح يكون كتير صريح بينك وبين هالشخص. بس الطاقة بينكم يعني كتير نارية، فمبين انه انت وهالشخص في عندكم مشاعر، او بتكونوا مشاعر كتير تجاه، في عندكم باشن وشغف تجاه بعض. طب بدنا نشوف كروت توضيحية لهالشخص، ليش دائما حبيبك بيحس انه لازم يكون دفاعي
أو في عنده دائما، وكأنه بيحب يخلق نوع من الدراما. هالشخص ما بيحب يخسر أبدا، عم شوفه شخص كتير بيحب المنافسة، أو مش بيحب المنافسة ولكن هو ما بيحب يخسر دائما، يعني من النوع اللي دائما بيحب يثبت إنه نقطته أو كلمته هي الصح، ولو أحيانا بتكون على حساب حاله. فمبين لي إنه هالشخص أيضا اللي عم تتعامل معه شخص كتير عنيد، ما بيحب يتنازل ولو على حساب كرامته. يعني بعقله الباطني دائما بيفكر فيك، بيحاول إنه يرجع العلاقة اللي بينكم، أو إذا أنتم منفصلين بيحاول إنه يرجع معك، ولكن مش عم يتخذ خطوة في هالموضوع. يعني ممكن هالشخص يموت ولا إنه يقوم بالمبادرة الأولى تجاهك، أو هو اللي يحكي معك، لأنه هو بده يثبت نقطته، ولكن من جوا تعيس هالشخص، لأنه هو أساسا بده إياك وبده التواصل بينكم يتصلح أو يكون مثل الماضي، ولكن يعني مستحيل يكون هو بالخطوة الأولى أو إشي مثل هيك. أيضا ممكن هالشخص عنده خوف من الرفض كتير عالي، بيخاف إنه ينرفض، بيخاف إنه إذا إجا حكى معك أنت تصده أو ترده أو ترفضه. وبعدين يعني ما بيحب يبين كشخص أحمق أو إشي مثل هيك، أو إنه يعني ما بيحب يجي على كرامته هالشخص. عم شوف، طيب بدنا نشوف للبعض منكم اللي عم يطالب هالشخص، أو بده نوع من الجستس، أو بده حتى موازنة بالأخذ والعطاء، لأنه ممكن أيضا أنت تحس إنه أنت اللي عم تعطي أكثر من هالشخص. بدنا نشوف بالمستقبل، لأنه مبين إنه بالمستقبل في عندكم رح يصير تواصل، ولكن التواصل ممكن يكون مش كتير إيجابي. هلا في حب ومشاعر، ولكن التواصل اللي بينكم أو الحكي اللي بينكم ممكن يكون في شوي مشاحنات، في شوي مجادلات، في شوي عتاب، عتاب اللي صار بالماضي انت وهالشخص. بس هالشخص عم يحاول يعني يستخدم طاقة الجذب لأنه يجذب تواصل بينكم أو حكي بينكم. طب بدنا نشوف بالمستقبل انت وهالشخص، طبيعة التواصل اللي بينكم، لأنه أنت هون أيضا مبين إنه أنت مش كتير متحمس لهالفكرة، أو رافض عروض حب عم تيجيك سواء من هالشخص أو من شخص آخر. بالنسبة لكوين أوف وانز رح يكون في أيضا بداية جديدة. بدنا نشوف البداية الجديدة رح تكون مع هالشخص أو مع شخص جديد. طيب ما عم شوف إنه رح يكون في ارتباط جدي مع هالشخص، أو زواج أو خطوبة، لأنه هالكارت بيحكي عن أمور تقليدية، يعني الكونكشن بيكون كتير تقليدي، وهو إجا مقلوب وأنا عندي ديك، يعني ما فيه كروت مقلوبة. بس بما إنه طلع هيك، عم شوف أيضا علاقتكم رح تكون، أو في المستقبل علاقتكم رح تكون مش بالطريقة التقليدية. يعني ممكن يصير في عندكم أنت وهالشخص، عم شوفك أيضا هون ممكن أنت تفكر إنه بدك تتحرر من مبادئ ومفاهيم أنت
كنت ملتزم فيها أو كنت بتآمن فيها، لأنه أيضا هاي ورقة روحانيات، فممكن في أشياء أنت عم تبعد عنها، عم تحس إنه بطلت تفيدك، فعلاقتك مع هالشخص غير تقليدية، ومبين إنه أنت يعني في جوا راسك أو في تفكيرك الداخلي عم تشوفها كتير كتير مرهقة، كتير مرهقة عقليا لإلك يعني، أو حتى جسديا بتحس إنه كثرة التفكير فيها كتير هلكتك. التواصل بينك وبين هالشخص كتير في عوائق، طبعا بيختلف من شخص لآخر، أنت بتعرف شو هي العوائق اللي بينكم. البعض منكم ممكن تكون أنت بعلاقة أخرى حاليا، ممكن يكون الشخص اللي أنت عم تتعامل معه بعلاقة أخرى حاليا، أو ممكن تكون العوائق فقط إنه ما حدا مستعد يتنازل أو ما حدا مستعد يقوم هو بالخطوة الأولى، لأنه عم شوف كتير عم شوف كتير مشاحنات بالحكي، وانت وهالشخص ويتي مثل ما بنحكي، او شخص بيفهم دائما كل اشي على الطاير، فصعب انت وهو صعب انك تفوز مع هالشخص بنقاش، لانه دائما بيكون في عنده رد، دائما بيكون في عنده جواب، دائما بيكون في عنده اشي يناقش فيه او اشي يعود عليك بالحكي، إلا إنه أنت مش كتير متحمس لهالشخص. البعض منكم أنت كتير، أو ممكن تكون مش متحمس لعروض حب جديدة، يعني ممكن يكون أنت مع أشخاص جديدة ولكن مش كتير متحمس لعروض حب جديدة. طب بدي أشوف أنا، بما إنه في تواصل رح يصير للأغلبية منكم، بدي آخر إشي أوضح حقيقة مشاعر هالشخص، لأنه مبين إنه هو من جوا بالفعل بيحبك هالشخص، أو يعني بيعتبرك سول ميت، ولكن في عنده مشاكل بالإيغو أو بكرامته، أو ما بيحب يتنازل هالشخص، فبدنا نشوف هو ليش مش عم بيقوم بالخطوة الأولى، أو ما هو السبب اللي هو مش عم يحكي فيه معك. فهذا الشخص من جوا قلبه مكسور، عشان هيك مش عم يحكي معك. قلبه مكسور، ممكن يكون أيضا عم يحاول يخلي الأمور تيجي بطريقة عفوية، ما بده يغصب أي إشي. ممكن يكون أيضا بيشوف إنه أنت بتنظر له على إنه طفل، أو بتنظر له على إنه غير ناضج، فهو مكسور قلبه من جوا. أيضا ممكن يكون المادة أو العامل المادي سبب في إنه مش عم بيقوم في الخطوة الأولى، ممكن هالشخص عم يحس إنه غير متمكن ماديا، عشان هيك مش ما في عنده الثقة الكافية إنه يحكي معك أو يقوم بالخطوة الأولى، بيحس إنه هو عشان هيك طاقته كانت إنه مركز على الأمور المادية حاليا، بتوقع إنه أغلب تركيزه على الأمور المادية مشان يبني ثقته بحاله. ممكن أنت وهالشخص في بينكم كتير اختلاف بالوضع المادي، مشان هيك هو عم بيحس إنه بده يثبت حاله من الناحية المادية. أوكي حبايبي برج الحمل، بتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها. إذا حبيت الفيديو لا تنسى تحط لي لايك وكومنت شير وسبسكرايب. إن شاء الله رح أشوفكم في فيديو قادم.